هل انت متخوف مثل فيصل اثنين؟ انا بالنسبه لي خالد ماني عارف وش الاهداف اللي قاعد تصير في الاتحاد السعودي بالنسبه لتخطيطهم للمنتخب. انت مالك مال الاتحاد السعودي، بسيرو هو المسؤول. طيب بسيرو قاعد يعني الشارع السعودي كله يعني مخته وبسيرو هو الصحيح. انت الان يعني اخوك كيف فيصل قال لك انا ما ادري على التشكيله، وكل الشارع السعودي ما يدري من بيلعب الا الان يوم جتني التشكيله اللي هو عساف وراشد الرهيب وسام المولد ومحمد عيد ومشعل السعيد، هذا خط الدفاع. عبد اللطيف الغنام ابراهيم غالب محورين، تيسير على اليمين والنمري سلطان على اليسار، محمد الشلهوب يلعب خلف مهند عسيري. انا اتكلم يا خالد انت تروح تشارك في بطولات الخليج، بطوله لها حساسيه، لها قيمتها، لها صعوبتها. يعني اللاعب اذا ما كان جاهز ومتمرس على مباريات زي هذه ممكن يصيده الفشل في هالبطوله. اللاعب السعودي مو بحاجه فشل قبل الدخول في كاس اسيا، حتى لو كان لعيبه ال11 اللي استبعدهم انهم هم الاساسيين، هو المشكله في الضبابيه اللي قاعد تصير من بسيرو. ما ايش المشكله انك تعلن تشكيلتك تقول انا بشارك بالصف الثاني او اللاعب الرديف، ما هو عيب حتى